أفضل صورة في 2019، مجموعة من الصور المختلفة في معناها ومغزاها وأشكالها. الشخلوبة، الشخلوبة دي قرية موجودة في الصعيد، إنما الصورة لجزيرة صغيرة جدا أو جزيرة لا تتسع إلا لمبنى واحد فقط. فأنت تبص كده تقول إيه الجزيرة دي؟ صحيح إن الصورة فيها جماليات، إلا إنه إيه الجزيرة دي؟ الإجابة إن ده كان جزء من قرية الشخلوبة، والنيل نحر أو استقطع الجزء ده وخلاه منفصل تماما عن البر، وفعلا الجزء ده تابع للقرية تاريخيا، إنما دلوقتي هو تابع للثروة السمكية وما فيش حد ساكن في البيت ده على العموم، عشان حد بس لو حد سأل. نسأل ونتعرف على قرية الشخلوبة، جزء من بلدنا. في صورة تانية، صورة شجع مصر. شجع مصر دي من كأس الأمم الأفريقية، صورة معبرة جدا عن التشجيع لبلدنا وعن الانتماء الأفريقي لبلدنا. الزي وألوان العلم عملوا صورة رائعة، صورة تستحق أن هي تكون موجودة في استفتاء الأفضل في 2019. الطالب الخريج اللي اول ما عرف انه هيلبس الكاب والجاون او هيتخرج كده وسط زملاته، قرر انه اهم واحده تبقى موجوده في الصوره هي ست الحبايب، كنوع من رد الجميل، وبيقول لها مهما كبرت، مهما عليت، مهما تفرنكت او عرفت لغات او عرفت علوم، تفضلي انت الاهم. دي صوره ست الحبايب. من قارب صغير من البحيرة، طريقة الطراحة زي ما فهمنا، دي طريقة الصيد اللي موجودة، التوب أنجل أو الزاوية الرأسية اللي محطوطة مع القارب ولونه مع الشبك مع الاتكال على الله وانتظار الرزق، كونوا صورة جميلة جدا اتنشرت في 2019 من ذلك المكان البديع في فئة أفضل صورة. الأفريقية، الصورة دي انتشرت جدا على الانترنت، ده قبل المباراة لما بيبقى لاعبي المنتخب الأول معاهم أطفال من مختلف الفئات، طفل اللي قدام أحمد حجازي. الحقيقة أنه الصورة دي انتشرت لأن كان فيها رسالة لا علاقة بالاهتمام وبالحب، مش بس بالأطفال اللي ما عندهمش مشاكل، إنما كمان أي طفل عنده داون سيندروم أو احتياج خاص كمان لازم يكون مع أولادنا مندمج وفرح زيه زيهم بالظبط. صورة حدود السماء معانا في الاستفتاء كمان، فرحة حقيقية بعد صلاة العيد، كلنا بنبقى فرحانين، بس قليل اللي ممكن يكون بيهشك ابنه ويبقى بيهشكه بعيد يوصل لحد مأذنة الجامع الأزهر اللي كان الأب بيصلي فيه. فرحة حقيقية بين الأرض والسماء، بين الكبير والصغير، فرحة عيد حقيقية لقطتها عدسة المصور لتكون معنا في استفتاء 2019 لأفضل صورة. صورة
عندنا فضائية لقطة يعني اللي صورها بجد عنده كده وجهة نظر، طفل حوالي أغنام في مكان يعني أبعد ما يكون عن التكنولوجيا، واضح جدا إنما في هيكل لتلفزيون من الثمانينات تحسه أو من التسعينات، تلفزيون قديم، إنما الفريم خلى الولد نجم اللقطة وقد يكون نجم في فضائية. آخر صورة معنا، صورة في نهائي دوري كرة في الأقاليم، نهائي بيحصل في قرية والقرية اسمها قرية بني شبل. مش مهم النهائي ومش مهم مين اللي فاز، المهم ازاي اهالي القرية قاعدين، الكبارات قاعدين تحت في الصف الاول وفوق، مش عارفة بيقى التالتة يمين ولا التالتة شمال، بس الناس متنظمين جدا وكأنه استاد القاهرة الرياضي. يعني الصورة بتقول انه لما بنحب ننظم حاجة حتى ولو على مستوى القرية بننظمها حلو والشكل كده رائع، والناس تحس ان هم طايرين في الهواء، الكل بيستمتع بالنهائي في قرية بني شبل. الكورة حياتنا دي كانت معانا آخر صورة في الفئة دي.